اهلا ومرحبا بكل الناس اللي بتتابعنا. ويمكن احنا هنا بالسودان مهتمين جدا بمجال الرياضه، لكن للاسف في اشياء معينه جدا ورياضات معينه، في كثير جدا من الرياضات اللي ممكن تكون الناس ما بتعرفها او ما مهتمه بها، وحتى ما في اهتمام كبير جدا من قبل الدوله لا. لكن في شباب شغوفين جدا بالرياضه. واحد من الشباب اللي كان عنده شغف كبير جدا من خلال رياضه التزلج هو ابو عبيده احمد الطيب. من 2005 اللي هو كان عمره 9 سنوات كان محب جدا لرياضة التزلج، بعدها كان عنده رحله كبيره جدا الى ان اصبح حتى الان هو متدرب، وحنعرف قصته كامله جدا ونتعرف على رياضه التزلج واهميتها وفائدتها بالنسبه للانسان. صباح الخير عليك ابو عبيده، كيفك؟ كويس الحمد لله. طبعا الناس بتسمع التزلج ده بتحس انه الموضوع ده ما عندنا كنا في السودان، نتزلج وين واخصم الحاصل شنو يعني؟ بالضبط. انت من وين جاتك الفكره كده يعني؟ خليت الكوره الناس اصلا بتلعبها وخليت السباحه ومشيت ابتدى الفكره في البدايه كانت شغف وهوايه، وحبيت انه انا اتطور فيها وامشي فيها لقدام، وعايز حاجه جديده مختلفه عن الرياضات الثانيه. حاسس انه في الكوره ما ابرزنا في حاجه، فعايزين نعمل حاجه جديده عشان نبرز فيها ونجيب نتائج ان شاء الله. انت لما بدات 9 سنوات كان الموضوع ده يعني كنت صغير شديد، وفي نفس الوقت ما كان في مساحات ممكن انت تمارس فيها الرياضه، فدي ما كانت عقبه بالنسبه لك انك توقف؟ عقبه كبيره، بالاضافه لانه يعني ما في مساحات وبنتمرن في الشوارع، دي حاجه خطيره شديد. ولانه ما في مساحات وما في جهه طرعانة عشان توفر لنا محل. ودي الحاجه اللي خلتنا نحن ما نتطور سريع، يعني احنا بدينا 2005 لكن اللي بدا 2010 ممكن يكون مستوى معنا واحد، لانه لقى في ميادين ولقى في ملاعب ولقى في ناس وفي جهات طرعوا. جميل. طيب انتم في 2015 تقريبا عملتوا الاتحاد؟ 2014. نتكلم عن الاتحاد اللي هو ممكن تكون دي بدايه الانطلاقه بالنسبه لكم الحقيقيه. الاتحاد الفكره بتاعه تاسيسه بدت 2013. استاذ فتح الرحمن وعثمان عوض هو اللي شافنا نحن بنلعب ومشردين، وهو الاوانا واحتوانا وحس بانه هو مفترض يكون في اتحاد، وعمل لنا اسس الاتحاد الرياضي السوداني للتزلج في 2014. فالاتحاد عضو للاتحاد الدولي اللي هو فيدريشن انترناشونال رولر سبورت، ده جزء من انواع التزلج العالمي، فاندرج تحته هو. جميل. طيب عموما التزلج يمكن الناس ما بتعرفها، بالتالي حتى ما عرفت فوائده واهميتها، يعني الناس تفتكر انه هي مجرد التزلج بتتحرك كده لابس جزمه معينه وبتتحرك بها، يعني ما في فائده يعني. والحاجه الثانيه برضو اي تزلج مربوط بالجليد طوالي. ايوه. فالتزلج ما بس جليد، تزلج انواع كثيره. بالاضافه لانه فيه فوائد كثيره، فوائد صحيه. يعني هي رياضه فيها جري، بتحرك جسمك، بتحرك عضلات الجسم، بتخليك تكون بتساعد على التركيز والتوازن، تكون متزن فعلا. ايوه بالضبط. فدي الفوائد الصحيه. بعدين فيها فوائد اجتماعيه، بتكون فيها روح الفريق وروح الجماعه، فيها فوائد انت بتكون مرفه عن نفسك، فيها ترفيه، لعبه ممتعه. جميل. طيب انت كنت واحد من الشباب وبعدين ثاني معك زي 9 مع ايوه تقريبا مع بعض وعملتوا يعني انكم تمشوا في الموضوع ده. طب ما كان في مدرب بالنسبه لكم؟ ممكن الرياضه تعتمد على زول يدربك، لانه في النهايه انت محتاج تتعلم تكنيك معين، تقنيات معينه على اساسها تقدر تواصل. بالضبط. كيف تعلمتوا مشيتوا في الموضوع ده؟ نحن ما كان عندنا مدرب، وما لاقين زول مدرب، وما لقينا زول لاعب قدامنا عشان يورينا الصح من الغلط. فبنتعلم، حتى كان ما بنعرف حاجه اسمها يوتيوب، ما بنعرف حاجه اسمها 9 سنوات صغير يعني ما بنعرف حاجات زي دي، فبس بنلعب. فنتعلم حركه الليله، الحركه الثانيه بعد سنه، بعد 9 شهور كذا، لحد ما قدرنا نتعامل مع الانترنت واليوتيوب وكذا. فبقينا بس بنتعلم من الناس الابطال العالميين. فالابطال العالميين حاليا هم اصحاب لنا، وتواصلنا معهم ونافسناهم وشاركنا ضدهم في منافسات عالميه، اللي هو نحن تعلمنا منهم. طب احكي لنا عن المشاركات، يعني 2014 بدا الاتحاد، بعدك بدات المسابقات والمشاركات العالميه ممكن نقول، صح؟ ايوه. بدات 2014 البطولات المحليه. المحليه. المحليه اللي هي بطوله الجمهوريه للسرعه، وكم بطوله ثانيه للاسلوب الحر، دي اللي هي انواع في التزلج. فبعد ذاك تم اختيار 3 لعيبه من المنتخب، وانا واحد منهم. ده الاول ناس يشاركوا باسم السودان في التزلج.
فشاركنا في تايلند 2016 في بانكوك البطولة الدولية للتزلج الحر. دي 2016. 2017 في حاجة اسمها البطولة العالمية للتزلج اللي هو جميع أنواع التزلج. دي كانت للأسلوب الحر فقط. فشاركنا في 2017 شاركوا الفرين وأنا برضو كنت واحد منهم الحمد لله. جميل. وأحرزت ميداليات كانت؟ والله ما أحرزنا ميداليات لكن كانت تجربة بالنسبة لكم. كانت تجربة ممتازة بحيث إنه هي أول مرة لنا. المرة الأولى كان في خوفة يعني الناس اللي نحن نتعلم منهم فجأة نحن منافسين لهم. يعني أنت تشوفوا قدامك لعبت الكورة والناس اللي بتعرف الكورة أنت بتشوف مثلا ميسي في التلفون فجأة أنت تكون ضده. أيوة. فكانت بالنسبة لنا في خوفة في الموضوع ده. وبعد الخوفة دي تقلبنا على دول يعني أستراليا ميانمار في دول عظيمة نحن تغلبنا عليها. فدي كانت بالنسبة لنا نحن نقلة. طب يعني أنتوا بعد ذاك أصبحتوا أنتوا مدربين للشباب أو للناشئة بعد ذاك أنتوا حاولتوا تعملوا فريق بتاع ناشئة تقريبا صح؟ أي في البداية عشان نحن نشارك في البطولات الدولية وزارة الشباب والرياضة عندها شرط إنه لازم يكون في ناشئين وبراعم. ده سبب في انه نحن لازم ندرب البراعم والناشئين ويكون هو اتحاد مكتمل. الحاجه الثانيه الحاجه اللي احنا فقدناها عايزين نديها غيرنا. يعني احنا فقدنا مدرب الطريقه الصح بالضبط نحن فقدنا مدرب فعايزين نديهم هم مدرب. وبعدها كان في اقبال يعني في عدد من الاطفال اللي هم او الناشئه جو معاكم كده وحسوا انه في اقبال شديد على اللعبه لانه اي طفل او اي زول شاف اللعبه دي بتلفت انتباهه وبتجذبه. فكان عندنا اول مره ندرب كان دربنا في تنميه قدرات الاطفال انا وكوتش ناجي. فاول مره ندرب دربنا زي 300 طفل ما شاء الله وتم تخريجهم عن طريق وزاره الشباب والرياضه والاتحاد السوداني للتزلج. وكانت اول بدايه لنا في التدريب وحتى ما عارفين الطرق الأساسية والصحيحة للتدريب بس بندرب كيف تقيف كيف تمشي كيف تجري حسب تجربتكم انتو خبرتكم ما عندك بس نقلتوها حبيت انه انا اطور نفسي في مجال التدريب لقيت نفسي فيه اكتر من اللعب اكتر من انه انا اكون لاعب فأخذت دورات تدريبية في الموضوع ده على اساس خارج السودان على اساس اكون فاهم اخذت دورة في ماليزيا واخذت دورة في اندونيسيا واخذت دورة اونلاين في تركيا دي اي اتحاد مختلف من الثاني يعني تخصص مختلف فدي خلتني انا اكون احسن شوية في مجال التدريب وبرضو ما شايف نفسي انا توب في التدريب يعني عايز لسه اتعلم اكتر واكتر عشان اقدر اوصل رسالة للاطفال يقدروا يفهموا الموضوع ده بالضبط يعني لكن حسب عموما الناشئة حسب يتدربوا معاكم هم بياخذوا في انواع مختلفة من الاساليب اللي انتوا الأول الجزء من اللعبة اللي كنتوا بتلعبوا يعني غير الأسلوب الحر بقت فيه أيوة. لعب أخرى ياداب 2017 كده بدينا نحن في نادي أوقات المرح نادي الوحيد اللي هو بيدرب على أنواع تانية لكن الناس كلها في كل السودان تقريبا بيدربوا على فري ستايل كلاسيك سلالوم فقط هو نوع واحد كونز ما في تنوع فنحن في النادي في نادي أوقات المرح فان تايم كلوب بدينا في إنه ننوع اللعبة نجيب ألعاب جديدة أشكال جديدة أنماط جديدة للعبة هي أصلاً في العالم موجودة بس هنا في السودان ما عندنا عشان الناس تعرف وعشان الجيل ده ما يجي زينا نحن نحن كنا كلنا ماشيين في نفس الحاجة عشان هم يجوا في حاجة مختلفة ويكونوا متنوعين نحن لما شاركنا في البطولات الدولية ثلاثة أنفار مثلاً في بانكوك كنا مشاركين في نفس النوع يعني إحنا ننافس بعض ما في تنوع لو كان في تنوع واحد بيكون في نوع واحد في نوع واحد في نوع فلو أنا ما جبت ميدالية صاحبي بيجيب ميدالية للسودان بيجيب ميدالية للسودان فرص النجاح النجاح أيوة. بالضبط جميل طيب يمكن يكون بعد ذاك الناشئ هم برضو شاركوا أو كانت جاتهم فرصة لأنهم يشاركوا في برشلونة الأول منتخب بتاع براعم وناشئين تم اختياره شارك في البطولة العالمية للتزلج أول فريق أول منتخب سوداني للبراعم والناشئين تم اختياره وجاته دعوة من الاتحاد الدولي إنه يشارك في برشلونة 2017 فما أتحت له الفرصة 2019 عفوا بس ما أتحت له الفرصة لأنه ظروف البلد و
حصلت يعني لكن عالميا السودان بقى معروف من خلال عالميا الرياضة. السودان معروف وعضو في الاتحاد الدولي للتزلج وحاليا نحن شغالين في انه نكون اعضاء في الاتحادات الثانيه مبدئيا بيعرفونا ومتواصلين معنا واي فعاليات نحن بنعملها هم مشاركين ومشاركين يعني يوم الجمعه كان عندنا مهرجان هم كانوا مشاهدينه لايف الاتحادات الدوليه على مستوى رئيس الاتحاد. جميل. طيب انت يعني رياضه التزلج من هذا مساحه معينه داير زي ما بيقولوا مقاييس معينه للمكان وكذا فالحاجه دي ممكن تكون هي ممكن تكون عقبه في انكم تقدروا تنتشروا بشكل اوسع. بالضبط المساحه نحن محتاجين كل ما كانت المساحه اكبر كبيرة. كل ما انت قدرت تبدع وعلى حسب النوع يعني انا اذا عايز العب كونز بحتاج لي مساحه وسطيه اذا عايز العب سبيد بحتاج لي مساحه واسعه شديد لانه قلت لك الارضيه ذاتها مش بتحتاج الارضيه لازم ارضيه معينه يعني الخشب الباركيه الرخام الخشن يعني الاسطح الناعمه ما بتنفع شنو الاسطح الناعمه بتكون صح. الناعم شديد ما تنفع والخشن شديد ما تنفع يعني الوسطيه السطح يكون مستوي دي هي الارضيه المناسبه للموضوع ده وبعد ذاك على حسب اللعبه ذاتها لانه اللعبه دي الناس بتفهم بس جزمه لبستها اتزلجت بيلعبوا حتى في الشارع للاسف كثير جدا حسن للاسف الشباب. كثير وعندنا نحن ترحم على صاحبنا يتوفى في الشارع محمد عثمان هو لابس الجزمه وضربه واحد في الشارع فاذا انت بتعرف تلعب مش في الشارع ما بيعرف في مكان اماكن متخصصه صحيح. السباحه ممكن تلعبها في البحر تلعبها في المسبح فالتزلج عنده اماكن عنده قواعده ايوه طب الحذاء برضه بتاع اللعبه هو مختلف يعني هل مثلا في كذا حذاء او بيحصل تطور حتى للحذاء يعني ما هي مجرد عجلات بس بتكون موجوده الحذاء مختلف وبيختلف على حسب النوع اللي انت بتمارسه والحذاء برضه بيتطور بالموديل وبالماركات يعني زي العربات نسي ده حذاء بوري سلايد دي ماركه عالميه عندهم نوع اسمه كيزي ده فيه نوع ده 2016 يعني كده كل مره بيطوروا فيه حاجه انه يكون كربون فايبر يكون مريح يكون سريع يكون حتى البلي جوه الايبك فيه كده يعني طب لكن انا لما سالتك تحت الهواء قلت لك ان الجزمه دي بكم فيعني تقريبا قلت لي $2,000 قلت لك الموضوع ده يعني طيب ما يزال حيقدرين انه يلعب يعني يمارس الرياضه طالما انه بالمبلغ ده يعني بالضبط نحن برضه واحده من مشاكل الرياضه دي انه انت بتحصل مرحله في البدايه ممكن هي جزمه ب 500 جنيه 1000 جنيه 2000 هنا الناس اللي قد ما فيش دي ذاتها بتقدر انت تمارس اللعبه بتاعتك لكن لما توصل مرحله من تطوير نفسك الاحترافية لا بد من جزمة احترافية فدي المشكلة اللي بتخلي أغلبية الشباب اللي بيلعبوا اللعبة دي يلغوا الموضوع يخلوها خلوا اللعبة هاي ما في جهة بتدعمك ما في جهة بتدعمك واللعبة دايرة قروش انت عايز أرضية وعايز مكان متخصص وعايز قروش وعشان أنا أطور نفسي إنه نحن أول ناس بحتاج لتذاكر سفر وأسافر وأشوف دورات تدريبية وألاقي ناس وأتفاهم مع ناس فدي دي حاجات مكلفة جدا لا بد من تكون في جهة وراك ما بتقدر جميل طيب أنت برضو للأسف واحد من الناس المفروض أنك تدرب عن الشباب هنا لكن أنت ذاتك اخترت طريق أنك تكون بعيد والله اخترت طريق أني أكون بعيد عشان أطور نفسي واحد لأنه هنا ما حقدر أطور نفسي فانا ما حكون بعيد يعني ماشي خلاص انا حكون بعيد عشان اوصل مرحله معينه واجي راجع يعني فتره بالزمنيه جميل طيب انت شايف انه الرياضه مما بدت او مما بدا الاتحاد ممكن اقول عشان دي تكون بدايه حقيقيه وحتى الان في اختلاف في تطور حاصل فيها في تطور في تقبل من الاهل لانه اطفالهم يمارسوا الرياضه بالضبط في تقبل شديد يعني احنا زمان ما لقينا مساحه بتاع التقبل لا من الاهل لا من المجتمع شنو بتعمل هو ده؟ شنو بتعمل فيه ده؟ يعني مثلا امي الله يديها الصحه والعافيه بتقول لي بتقع تكسر يدك كده ايوه فالمجتمع برا في الشارع برضه انا بقعد اقول الكلام ده طوالي لانه من الحياه اللي ازمتنا بتمارس اللعبه لانه ما في حته تخصصيه للعبه بنكون في الشارع بيلاقوك بتماشي في الشارع يقول لك يا اخي ان شاء الله تقع كده
بنفس الاسلوب عشان تخليها عشان تخليها. انك تخليها دي شنو انت عامل فيها؟ وين انت قاعد في اوروبا؟ في حين ان احنا ما قاعدين في اوروبا، انا جاي من الجزيره هنا ما شفت اوروبا ذاته، فدي الفكره يعني اي. فالناس بتخليك انه انت تحبطك، لكن ده كان دافع لك، كان دافع لي. حاليا الناس متقبله شديد، والاسر قاعده تجيب اطفالها في النوادي ومهتميه بها وشايله من زمان عشان تدي وعشان كده، فدي حاجه مفترض تضيف لهم. انت اضافت لك كثير جدا، ممكن تكون هي مجرد لعبه لكن كانت اضافه بالنسبه لك ونقله بالنسبه لك في حياتك. اللعبه عموما ايوه، انا اللعبه حاليا بقت حياتي، كل حياتي لعبتي، حتى اصحابي من اللعبه، الناس اللي بدريهم من اللعبه، علاقاتي الاجتماعيه من اللعبه دي. فاضافت لي على المستوى حتى من خلال النجاح، تفكيرك اختلف، اتزانك للاشياء، مستوى تركيزك، حاجات كثير اختلفت، حاجات كثيره شديد. يعني ما بقى هواي انه انا رياضه ادرب ناس يوصلوا لمرحله طموح انه السودان يشارك، السودان يجيب بطولات، ده بقى موضوعي. يعني اليوم انا مسافر ماشي الامارات عشان سكيتنج، ده الموضوع كله، بس سكيتنج دي كل الاهداف بقت. فده انا بشوفها اضافه كبيره لي، وكونه ما يعني اكون عندي حاجات ثانيه شغلاني، دي برضو اضافه لي. جميل. طيب شايفين الناشئين دول ان شاء الله مستقبلهم حيكون كيف؟ باهر جدا، بدوا بدايه صح، باهر جدا، وحيجيبوا ميداليات للسودان، حيرفعوا راس السودان اللي نحن ما قدرنا نرفعه لانه ولقينا جهه تدعمنا، لكن هم حيكونوا ان شاء الله في التوب ان شاء الله. طيب ممكن تكون هي دي رساله للجهات المعنيه اللي هي ممكن تكون ما مهتمه وممكن يكون عندها دور كبير جدا في تطور الرياضه، حابه تقول لهم شنو؟ حابه اقول لهم نحن محتاجين لرعاة، ناس ترعى اللعبه. اللعبه دي ناس الكوره وناس الرياضات بتاعت السودان كله معتمد على الكوره، بيخسروا فيها المليارات الدولارات وما قدمت حاجه، مع احترامي لكل الناس اللي بتلعب كوره يعني، لكن انا بقول دي مساحه لانه نحن السودان يقدم حاجه. الاطفال ديل نحن خلونا، الاطفال ديل حيقدموا حاجه للسودان في خلال سنه سنتين بالكثير. جهه ترعاهم تجيب لهم سكيت بروفيشنال، جهه تدربهم خارجين، تجيب لهم مدربين احسن مننا، مدربين يوروهم الحاصل، تجيب لهم توفر لهم ارضيات، تسفرهم يشوفوا اللعبة خارجين ويجوا، لأنه نحن قبل ما نسافر مختلفين من بعد ما سافرنا شوفنا وجينا. فالحاجات دي لو لقوها الأطفال ديل حيبدعوا. طيب أنت قلت واحدة من الأشياء كان معقبة بالنسبة لك، حتى الأسرة هي ما كانت دعم بالنسبة لك، فرسالة للأسر اللي ممكن يكون عندها دور كبير جدا في دعم أطفالها في أنهم يقدروا يبدعوا ويتميزوا من خلال اللعبة. والله بقول لكل الأسر إنه الطفل لما تشغله بحاجة من هو صغير لما يكبر بيكون ماشي في الحاجه دي زي هو حباها، لكن لو كان قاعد في البيت ساي لما يكبر حيمشي اتجاه ثاني. فاشغله بالحاجات المفيده من هو صغير، فدي حاجه مهمه شديد. التزلج الناس كلها خاطه في راسها انه هو حيكسر رجله وحيموت، ده الفهم بتاعنا كده، لكن هي ما 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 شفنا زول حصل له حاجه كده يعني اتكسر يعني عادي، ممكن تتجريح كده بتاع، ففي اي لعبه في الحاجه دي، بس هنا ما في الحاجه دي. رسالتي لهم انه جيبوا اطفالكم وعلموهم، حتى لو ما التزلج الرياضات الثانيه، خلوهم ينشغلوا بحاجه من هم صغار، واكيد حيكون عندها فوائد نفسيه وممكن تكون بتاثر حتى على الاكاديميات بصوره بالضبط. ايجابيه وايضا صحيه. بالضبط. شاكر لك جدا ابو عبيد احمد الطيب ولرحلتك الطويله من 2005 الله يسلمك، من عمرك يعني 9 سنوات في الموضوع ده، وان شاء الله يعني نسمع بك بطل عالمي إن شاء الله في مجال التزلج، وايضا تنقل كل خبراتك دي وتجربه زي ما بقول بخبرات اكبر ان شاء الله من خلال العالم الخارجي. شكرا لك. شكرا جزيلا استاذ فور. شكرا لكل الناس اللي بتابعنا. حنمشي كنترول نشوف حنمشي وين وحنرجع نتواصل.